علشان كمان نطلع اكتر ونتعرف اكتر عن احوال الطقس، معانا الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، يوم سعيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين، صباح الخير. اهلا بيك يا فندم، يومك سعيد. احنا شفنا درجات الحراره المتوقعه مع بعض على الشاشه، نعرف اكتر عن الظواهر الجويه اللي هكون معانا كام يوم الجايين دول؟ يعني لو اتكلمنا عن اليوم تحديدا، الطقس مشابه بشكل كبير جدا لطقس الامس. درجات الحراره على القاهره اليوم المتوقعه يمكن زي ما حضراتكم عرفتوها 31 درجه مئويه خلال ساعات النهار، وبالتالي الطقس اليوم هيكون حار خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن خلال ساعات الليل كما هو معتاد بتكون الاجواء مائله للبروده، خاصه خلال ساعات الليل المتاخر وساعات الصباح الباكر. كمان بيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره ليلا هو وجود بعض نسمات وهبات الرياح سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار. اليوم ايضا خلال ساعات صباح الباكر كان في شبوره مائيه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه، وكانت كثيفه احيانا على مناطق من السواحل الشماليه وبعض المحافظات الوجه البحري. لكن الخرائط بتشير انه غدا تحديدا هيكون في ارتفاع مؤقت وملحوظ في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه. يمكن ده بسبب وجود او مرور منخفض صحراوي قادم من الصحراء الغربيه بيمر من الجانب الغربي لمصر وحتى الجانب الشرقي، ده هيؤدي الى رفع درجات الحراره غدا بشكل مؤقت. هتكون العظمى معاه غدا في حدود ال 35 بالنسبه للقاهره الكبرى، وهتصل الى 34 ايضا و35 على السواحل الشماليه، ودي تعتبر درجات حراره عاليه بالنسبه للسواحل. تمام. على درجه حراره معاها تكون ما بين ال 37 ل 38 على محافظات جنوب الصعيد. كمان ارتفاع درجات الحراره خلال ساعات النهار هياثر على درجات الحراره خلال ساعات الليل، وهتكون الاجواء خلال ساعات الليل لطيفه نسبيا، ودرجات الحراره الصغرى مش هتقل عن 20 او 21 درجه، ده بالنسبه للقاهره الكبرى. مع ارتفاع درجات الحراره هيكون في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه غدا تحديدا. اثاره الرمال والاتربه هتكون بشكل اكبر على الصحراء الغربيه وبعض مناطق من السواحل الشماليه الغربيه، وهيمتد تأثير الأمطار عشان يشمل مناطق من القاهرة الكبرى وبعض محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد. لكن بدخول يوم الخميس هيكون المنخفض ده مر تماما من على مصر، وهتعود الأجواء مرة أخرى للاستقرار والاعتدال، وهتعود درجات الحرارة مرة ثانية ما بين 29 ل 30 درجة مئوية، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. بالنسبة لحالة البحار يا دكتور، مستقرة في هذه الأيام ويعني الملاحة فيها على جيدة وما فيش أي تأثر بأي ظواهر جوية؟ بالتأكيد، يمكن ارتفاعات الأمواج في حدودها الآمنة تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، وبالتالي ارتفاعات الأمواج معتدلة في أغلبها، وده بيسمح بممارسة كافة الأعمال والأنشطة البحرية. يعني إذا إحنا في أجواء ربيعية يعني برضو جيدة وجميلة، بس ناخد حذرنا من بعض الرمال والأتربة والقليل من الشبورة زي ما حضرتك قلت. بالتأكيد، يمكن الشبورة المائية اليوم كانت موجودة زي ما أشرنا كثيفة، لكن على مدار الأربع والخميس، لكن لا تحجب الرؤية وما فيهاش مشاكل يعني. لا خلاص، يتلاشت بشكل كامل، لكن الاربعاء والخميس مفيش شبوره، هو فقط زي ما قلنا نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه يوم الاربعاء، فممكن المسافرين على الطرق يخلي بالهم خلال ساعات النهار من اثاره الرمال والاتربه لانها ممكن تضعف الرؤيه الى حد ما. كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه اللي هيخرجوا هيبداوا يرتدوا كمامات، لان طبعا ده بيسبب ليهم اذى اثاره الرمال والاتربه. طبعا اخر نصيحه بنوجهها للمواطنين هي متابعه النشرات والتحذيرات الجويه بصوره يوميه، لان دي فتره تقلبات جويه بنلاقي ايام فيها ارتفاع كبير في درجات الحراره، ثاني يوم تنخفض، وان الجو كمان ما يغرناش ان احنا نخفف ملابسنا بشكل كبير يعني. بالتاكيد، يمكن غدا مع 35 درجه مئويه خلال ساعات النهار ده ممكن البعض يخفف الملابس نسبيا، لانها تعتبر درجه حراره مرتفعه وهتكون معها الاجواء شديده الحراره على العديد من مناطق الجمهوريه، لكن لا زلنا بنحذر من ارتداء ملابس صيفيه خلال ساعات الليل، لان ده بالتاكيد يعني هيسبب مشاكل للبعض، خاصه انه ارتفاع لمده يوم واحد فقط. صحيح، يعني فعلا الجو ده هو جو التعب، يعني حضرتك قلت ان بعض المحافظات في الصعيد 37 في الكام يوم الجايين، فده يعني موضوع صعب جدا، لكن خلاص منخفض ويمر باذن الله.
نشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على وجود حضرتك معنا، وبنتمنى لحضرتك يوم سعيد.